بتبدأ أحداث فيلمنا النهاردة بعد ذوبان التلج وزيادة منسوب المية عشان تغرق كل المدن الساحلية حوالين العالم، وبدأت الدول كلها تعاني من حالات فقر شديدة جدا، ودول تانية قررت تعمل عقوبة للست اللي هتحمل لأن الموارد اللي باقية على الكوكب ما تكفيش عدد البشر الموجودين أصلا. وعشان كده الروبوتات كانت أفضل حل للحكومة لأنها ولا بتاكل ولا بتشرب. وبعدها بيقف العالم هوبي اللي بيعرف طلابه واللي شغالين في شركته إن الروبوتات هي مستقبل العالم، خصوصا روبوتات ماكا اللي اخترعها مزودة بالذكاء الصناعي، وبيقدم لهم الروبوت شيلا أنجح منتجاتهم واللي بقت رائجة حول العالم عشان تخدم البشر. بس هوبي بيعرفهم إنه عايز يعمل روبوت بيقدر يحب، وبيقترح يعمل له روبوت طفل يقدر يحب أبوه وأمه زي الطفل الطبيعي بالظبط. وبعد فترة بنشوف مونيكا وجوزها هنري اللي بيزوروا ابنهم اللي في غيبوبة بقاله 5 سنين، فبيتكلم الدكتور مع هنري وبيعرفه إن حالة ابنه صعبة جدا وفي الغالب مش هيفوق أبدا من الغيبوبة دي. في نفس الوقت اللي بيتكلم فيه واحد مع هوبي وبيعرفه إنهم اختاروا واحد اسمه هنري عشان يخلوه يتبنى الروبوت الطفل بتاعهم لأنه أنسب واحد بسبب المشكلة اللي عند ابنه واللي مخليها بعيد عنه هو ومراته، عشان يروح هنري لمونيكا ويقول لها أنا جايب لك هدية، وبيقدم لها الروبوت الطفل ديفيد. لكنها أول ما بتشوفه بتدخل تزعق مع هنري وبتقول له إحنا مش هنبدل ابننا بروبوت، وبتفضل تعيط. لكنها بعد تفكير بتقرر تجرب تتعامل مع ديفيد اللي بيشبه البشر بشكل مخيف، فبيعرفها هنري إن في إجراءات لازم تعملها لو قررت الاحتفاظ بديفيد، وهي إنها تقرأ عليه ورقة فيها أسماء معينة عشان تدمج دماغه مع الحياة اللي بتعيشها، وإن الدمج ده لو حصل مستحيل يتلغي وهيفضل الطفل حاسس نفس الأحاسيس تجاهنا للأبد، فلازم تفكر كويس. وبتدخل بعدها تنيم ديفيد اللي بيعرفها إنه ما بينامش بس ممكن يفضل مريح على السرير لحد الصبح عادي، وفي الصبح بيطلع يقف جنب مونيكا وبيتفرج على كل حاجة بتعملها لحد بالليل لما بيقعدوا كلهم يتعشوا، وبيضحك ديفيد على شكل مونيكا وهي بتاكل وبيتبسطوا كلهم. وتاني يوم بتقرر مونيكا انها تطلع الورقة وتعمل عملية الدمج مع ديفيد، فبتمسكه من رقبته وتفضل تقرأ عليه اسماء معينة لحد ما بتقول اسمها وهو مونيكا واسم ديفيد، وبتسأله بعدها اذا كان حاسس بأي اختلاف، فبيقول لها ما حسيتش بأي حاجة يا ماما، عشان نفهم ان الدمج ده فهم ديفيد ان دي تبقى امه وهنري يبقى ابوه اللي المفروض يحبهم للابد. وتاني يوم بتطلع لديفيد دبدوب روبوت اسمه تيدي، وبتعرفه انه كان اللعبة بتاعت ابنها مارتن بس ممكن يلعب معاه عشان يسليه. لكن تاني يوم بتحصل المفاجأة اللي ما كانوش مستنينها، وبتيجي مكالمة لمونيكا من هنري عشان يعرفها ان ابنهم مارتن فاق، فبتروح تاخده وبتجيبه البيت وبتقدمه لديفيد اللي ما بيكونش مبسوط ان ابنهم الحقيقي فاق عشان هيشاركوا الحب، وبيفضل يعامل ديفيد بطريقة وحشة وإنه عروسة يلعب بيها مش أكتر، وبيروح يجيب قصة بونيكيو عشان يخلي مونيكا تحكيها ليه هو وديفيد، واللي بيبقى مضمون القصة إن بونيكيو عايز يبقى طفل حقيقي بدل ما هو دمية، وعشان كده راح قابل جنية جميلة وطلب منها إنها تحوله لطفل حقيقي، وبيبان على ديفيد إنه معجب بالقصة دي جدا. وتاني يوم هما بياكلوا بيفضل مارتن يضايق ديفيد عشان هو بيعرف ياكل وديفيد لأ، فبيقرر ديفيد إنه ياكل زي ما هو بياكل عشان ما يحسش باختلاف، لحد ما بيتزعق له مونيكا ووشه بيبدأ يسيح، فبيجي المختصين وبيعالجوا جهازه الداخلي لأن الأكل نزل على الأجهزة اللي فيه وعطلها. وبالليل بيقول مارتن لديفيد لو عملت حاجة أنا عايزها منك هقول لهم إني بحبك وساعتها هتحبك أنت كمان، وبيطلب منه يجيب له خصلة من شعرها وهي نايمة، فبيروح ديفيد بالمقص عشان يقطع خصلة من شعر مونيكا وهي نايمة، وأول ما بيقطعها بتفوق مونيكا عشان تلاقي المقص قدام عينيها وبتتخض هي وهنري من اللي عمله ديفيد، وبياخد تدي الخصلة اللي وقعت من شعرها وبيخليها معاه. وتاني يوم بيتكلم هنري مع مونيكا انهم يرجعوا ديفيد للمصنع عشان يدمروه لانه كان هيقتلها، لكن مونيكا بتبقى شايفاه بيتصرف بحب مش اكتر لان مارتن بقى موجود وهو عايز انهم يحبوا بعض كمان، وبيلعب مارتن واصحابه في حمام السباحة وبيفضلوا يتريقوا على ديفيد لحد ما واحد من صحابه بيمسك سكينة وبيجرب يجرح ديفيد، فبيخاف ديفيد وبيروح يمسك مارتن وبيطلب منه يحميه، وبيقعوا الاتنين في حمام السباحة وبينط هنري وراهم بسرعة وبيفك مارتن من ديفيد بالعافية، وهنا بيقرر ان ديفيد بقى خطر عليهم ولازم يخلصوا منه، فبتاخده مونيكا عشان توديه للمصنع ويدمروه، لكنها بتحس بالذنب ناحيته وبتقرر تطلق سراحه في منطقة ما يعرفهاش وبتسيب تدي معاه وبتقول له مهما حصل ما تمشيش في الطريق ده لان الطريق ده اخره المصنع اللي بيدمروا فيه الروبوتات، وبتركب عربيتها وبتسيبه وتمشي في نفس الوقت اللي فيه الروبوت جو اللي بيبقى مصنوع كروبوت عاشق عشان يرفه على الستات من البشر، وبيطلع لزبونة طلبته لكنه بيتفاجئ انها ميتة، فبيظهر قدامه واحد وبيقول له ان الناس هتتهمه في قتل الست دي، فبينزل يستخبى وهو مش عارف يعمل ايه، وبيفكر ديفيد في حل عشان يقدر يرجع لمونيكا اللي بيحبها، وبيفتكر قصة الجنية وبيقول لتيدي انه لازم يوصل للجنية اللي حولت بونكيو لطفل حقيقي عشان تحوله هو كمان، وبكده مونيكا هتحبه وتخليه يعيش معاها. وبيفضل ماشي لحد ما بيوصل لنفايات الروبوتات وبيشوف روبوتات كتير بياخدوا اجزاء من النفايات دي عشان يصلحوا نفسهم، لحد ما بتيجي ناس غريبة ويقبضوا عليهم كلهم ومعاهم ديفيد وجو عشان ياخدوهم لحلبة الروبوتات واللي بيبقى مكان لتدمير الروبوتات، هدفه اسعاد البشر اللي ما بيحبوش الروبوتات وشايفين انها هتدمر حياتهم.
وبتشوف بنت صغيرة تيدي وبتاخده، لكنها بتتفاجئ بديفيد، فبتروح لأبوها اللي بيشتغل في المكان، وبتعرفه إن في طفل حقيقي موجود في القفص مع الروبوتات، فبيروح بسرعة عشان يكشف عليه، وبيستغرب لما بيعرف إنه روبوت لأن مفيش روبوتات أطفال. وبيجيله جونسون المنظم للمكان كله، بيدوله فلوس عشان يسيب ديفيد هنا، وبياخده بعدها عشان يقتله قدام الجمهور. وبيشد ديفيد جو معاه عشان خايف، والناس بتبقى مستغربة من شكل ديفيد لأن شكله حقيقي جدا. ولما بيلاقوه بيصرخ عشان ما يموتش، بيتعصبوا على جونسون وبيفضلوا يحدفوه بحاجات عشان يسيب الطفل يمشي، وبيتدمر المكان. وبيوصل الخبر لأتباع الدكتور هوبي، وبيعرفوه انهم وصلوا لديفيد وهيجيبوا قريب لهنا. وبعدها بيطلب ديفيد من جو انه يساعده عشان يلاقي الجنية اللي هتحوله لطفل حقيقي، فبياخدوا المكان روبوتات معين عنده اجابة لاي سؤال، وبيفضل يسأله لحد ما بيختفي فجأة من قدامهم، وبيقول لهم على المكان اللي هيلاقوا فيه الجنية اللي بيدوروا عليها. لكن جو بيكون خايف لا يكون ده فخ او الجنية تكون روبوت اصلا وتدمرهم، بس ديفيد بيبقى مصمم على رأيه لانه عاوز يتحول لطفل حقيقي عشان يقدر يرجع لمونيكا اللي خلاص بقى متبرمج على حبها وهيعمل اي حاجه عشان يبقى معاها. فبياخده جو بيطيروا بمركبه للمكان اللي قال عليه الروبوت العراف، وبيدخل للمكان عشان يتفاجئ بديفيد تاني قاعد قدامه، فبيتضايق وبيقول له انا فريد من نوعي، وبيمسك آلة حادة وبيضربه بيها لحد ما بيدمره تماما. وبيجري جو لما بيشوف اللي بيعمله لحد ما بيظهر هوبي وبيهدد ديفيد وبيقول له انت ديفيد الوحيد، وبيحكي له على اللي عايزه يعمله عشان يرجع لمونيكا، وان العراف قال له انه هيلاقي الجنيه هنا. لكن هوبي بيقول له ان هو اللي عمل كده عشان يرجعه لبيته هنا من تاني، وان اختراع ديفيد كان ناجح جدا بصوره كبيره لدرجه ان رغبه الحب بتحركه يدور على حاجه خياليه عشان بس يعمل الحاجه اللي اتصنع عشانها. وبيقول له انا هروح اجيب الدكاتره اللي اخترعوك ودول هم عيلتك الحقيقيه. فبيتمشى ديفيد في المكان وبيلاقي نسخ كتير جدا منه، وبيعرف انه مش مميز ولا حاجه، وبيطلع يقعد على السور لوحده، وبيقرر يرمي نفسه في البحر عشان يتعطل ويموت من وجهه نظره. وبيشوفه جوه في المركبه اللي قدام المكان، وفي الميه بيلاقي ديفيد تمثال للجنيه، وقبل ما بيقرب منه بيشد جول السطح قبل ما يتعطل، لكنه بيعرف انه شاف الجنيه تحت ولازم ينزل دلوقتي. في نفس الوقت بتظهر مركبه عشان تاخد جو بسبب الجريمه اللي بقت عليه، وبيشدوه بيودع ديفيد، وبيقفل ديفيد المركبه وبينزل بيها للميه، وبيقف قدام تمثال الجنيه بعد ما بتقع عليه حاجه كبيره بتخلي المركبه تفضل واقفه مكانها. فبيقول لتيدي انه مش هيتحرك من هنا الا لما يبقى ولد حقيقي، وبيفضل يتوسل للجنيه انها تحوله لطفل حقيقي عشان يرجع لام مونيكا. وفضل يكلمها لحد ما اتجمدت المحيطات وماتت الزهور اللي في البحر من حواليه، واتجمدت المركبه اللي هو فيها وهو لسه باصص للجنيه على امل انها هتحوله لطفل حقيقي، لحد ما بيعدي 1000 سنه على الارض. وبتنزل مركبه على شكل مكعب وبتاخد ديفيد وتيدي والتمثال لسطح الارض، واللي بيطلعوا هم فضائيين لان البشر انقرضوا من على وجه الارض من سنين كتير، وبقى ماسكه للكائنات الفضائيه. وبتتكسر الجنيه اول ما بيلمسها ديفيد بسبب التلج اللي كان عليها، وبيتكلم واحد من الفضائيين وبيقول ان ديفيد ده روبوت واكيد يعرف حاجات عن البشر ولازم يعرفوها منه، وبينسخوا الذاكره اللي موجوده في دماغه وبيوزعوها حواليهم عشان يعرفوا كلهم اللي مر بيه ديفيد. وتاني يوم بيعملوا بيت زي اللي كان عايش فيه مع مونيكا، وبيظهروا قدامه شكل الجنيه اللي بتقول له انا جيت اهو، قول لي انت عاوز ايه مني. فبيقول لها خليني طفل حقيقي عشان اقدر اعيش مع مونيكا من تاني، لكنها بتقول له انها ما تقدرش تحوله لطفل حقيقي، وانهم بعد ما عرفوا اللي موجود في ذاكرته عملوا البيت ده عشان يحس بارتياح. وبيجيبوا بعدها واحد من الكائنات وبيقول له ان البشر ماتت من سنين كتير جدا، وفي الفتره دي حاولوا يعيدوا احياء البشر عن طريق اي حاجه من الحمض النووي بتاعهم، لكن التجربه كانت بتفشل دايما، والبشر اللي بيرجع بيقدر يعيش يوم واحد بس. فبيقول له ديفيد خلاص رجع لي مونيكا تعيش يوم واحد وانا موافق، لكن الكائن بيقول له ان مفيش حاجه من الحمض النووي بتاعها عشان نرجعها. وهنا بيتكلم تيدي وبيقول لديفيد انت فاكر لما قصيت خصله من شعر مونيكا؟ وبيطلع من معاه الخصله وبيديها له، فبيديها للكائن اللي بيحذره ان مونيكا لو هتنام هتموت ومش هتصحى تاني ولازم يبقى متاكد من ده. ومع ذلك بيوافق ديفيد على العرض عشان يدخل ديفيد لاوضه مونيكا وبيلاقيها لسه صاحيه وما تعرفش حاجه عن اللي حصل. والكائن كمان اكد على ديفيد انه ما يشرحش حاجه لمونيكا عشان ده هيخليها محتاره اكتر، وبيعمل لها القهوه اللي هي بتحبها وبيلعبوا سوا وبينبسطوا جدا باليوم، لحد ما بيحطها ديفيد في السرير وبتقول له انها بتحبه، ودي الحاجه اللي كان مستنيها ديفيد من زمان. فبيقرر ينام جنبها على السرير وبيمسك ايديها، والاول مره في حياته بيغمض عينه وبينام عشان يبقى عاش معاها ومات برضه معاها. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيلمنا النهارده. لو الفيلم عجبك ما تنساش تعمل لايك وشير وتشتركوا في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. مع السلامه.